عاجل ننشر لكم الخطط الإثيوبية لحماية سد النهضة من الأعمال العسكرية المصرية، وبيان ناري من سامح شكري عن الدفاع عن حقنا الشرعي ضد سد النهضة. وعاجل مصر تستعد لإنشاء أكبر مشروع من نوعه في مصر وفي إفريقيا. وعاجل الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مشكلة كبيرة للأسف، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. ومصر تكشف توقعاتها عن عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر بعد عودة الطيران. وعاجل أول رد لمحمد صلاح على أنباء انفصاله عن زوجته ماجي. في البداية نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان ناري من سامح شكري عن الدفاع عن حقنا الشرعي ضد سد النهضة. الوزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر هتدافع عن حقوق شعبها ولقمة عيشها بكل السبل المتاحة لنا. وجاء تصريح سامح شكري خلال مؤتمر صحفي، وأوضح سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها، مضيفا نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة. يعني كان في حاجة حصلت يمكن كتير منا ما خدش باله منها أثناء زيارة الرئيس قيس سعيد رئيس تونس. كان قبليها وزير الخارجية المصري سامح شكري سلم رسالة بنفسه من الرئيس السيسي لرئيس تونس. فيعني أعتقد أن المشروع التونسي اللي تم تقديمه لمجلس الأمن هو في الأصل مصري، دي وجهة نظري. ونكمل مع بعض. سامح شكري أشار أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي. أكد أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك قد أهمل في الاطلاع بمسؤولياته. ولفت إلى أن حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة، ونحن ملتزمون بذلك ونؤكد على دعمنا التفاوض وخفض التصعيد. أضاف أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد، لكنها طلبت بحماية أمنها المائي ومصالحها. الوزير سامح شكري شدد على أن مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة، وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عملية الاتحاد الإفريقي. مصدر معنا كان من وكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار وننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل ننشر لكم خطط إثيوبيا لحماية سد النهضة من الأعمال العسكرية المصرية. كشف خبير المياه المصري نادر نور الدين إن الملء الثاني لسد النهضة يمثل تهديدا مثلما كان يهددنا الملء الأول. أشار إن إثيوبيا بنت الحاجز الأوسط في السد بارتفاع 13 متر. وأضاف نور الدين خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة إن إثيوبيا تريد أن تحجز أمام السد 18.5 مليار لتحميه من الأعمال العسكرية، إلا أنه حال انهيار السد ستتعرض السودان لغرق وتدمير المباني. أكد إن سد النهضة ليس للتنمية، لكنه محبس لحجز المياه عن مصر والسودان. أوضح أن تعنت إثيوبيا على رعاية الاتحاد الإفريقي لأزمة سد النهضة لأنه في صالح المصالح الإثيوبية. أكد أن الاتحاد الإفريقي عندما يتدخل في أزمة لإثيوبيا مع أي دولة أخرى لم يصل لحل فيه. مصدر معنا كان من الأهرام، وبقول لحضراتكم أن إثيوبيا تريد ملء سد النهضة. لو وصلت مثلا ل 30 مليار متر مكعب هيبقى من الصعب تدمير سد النهضة، لأن هيعتبر يعني هذا منشأ ميداني يستخدم لأعمال عسكرية. يعني سد النهضة في الأساس هو منشأة ميدانية، منشأة ليست عسكرية، ولكن ممكن أن تستخدم في أي عمل عسكري قد يضر بالسودان ومصر. طبعا هذا الأمر لن تسمح به مصر والسودان، لأن احنا مثلا مش هنستنى أن يكون في السد مشكلة فنية تؤدي لانهياره
وهذا الأمر قد يكون خطيرا، لأن إثيوبيا ما تعاونتش مع مصر والسودان في يعني إرسال المعلومات الكافية أو التنسيق أو الاتفاق على إدارة وتشغيل سد النهضة وملء خزانه، فهذا الأمر قد يكون خطيرا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تستعد لإنشاء أكبر مشروع من نوعه في مصر وإفريقيا. وقعت مصر اتفاقيتين مع مجموعة باكتل الأمريكية لتنفيذ الأعمال الهندسية المشروع بتروكيماويات في منطقة العين السخنة الاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر في شرق مصر. بحسب بيان صادر عن وزارة البترول، شهد وزير البترول المصري طارق توقيع اتفاقيتين بين قطاع البترول ومجموعة باكتل الأمريكية لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية وتصميمات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات وتكوين ائتلاف لتنفيذ المشروع الذي ستتم إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وهو يعد المشروع الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، ويقام بتكلفة استثمارية تصل ل 7.5 مليار دولار، ويضم مجمعا لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات القيمة المضافة مثل البولي والإيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر ووقود السفن وغيرها من المنتجات للسوق المحلية وللتصدير. ووقع اتفاقية تنفيذ الأعمال الهندسية وتصميمات رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بيكتل الأمريكية بريندان بيكتل ومدير عام بيكتل مصر كريم الدسوقي، وعن قطاع البترول رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات محمد عبادي، ورئيس شركة إنبي أشرف بهاء، ورئيس شركة بتروجيت وليد لطفي. واعتبر البيان أن بنود الاتفاقيتين تمثل المرحلة الأخيرة قبيل الاتفاق الرسمي المخطط توقيعه بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وشركة بيكتل أوائل أغسطس القادم. وأكد وزير البترول المصري أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في مصر وإفريقيا، ويمثل نموذجا للمشروعات التي تعكس توجه مصر الجديد لبناء مشروعات كبرى وصناعة بترولية قوية تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام. مصدر معانا كان من RTE، يعني إن شاء الله نتمنى الخير لمصر وللشعب المصري العظيم في هذا المشروع الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وللأسف عاجل، الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مشكلة كبيرة، وكشفت مصادر طبية من الفريق المعالج للفنانة دلال عبد العزيز أن مشاكل الرئة تزداد، وذلك رغم شفائها من الوباء، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير وأثر ذلك على التنفس. المصادر أشارت أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم بتعليمات من أسرتها خوفا على صحتها. في مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز كشفت تطورات الإجراءات المتبعة مع الفنانة القديرة، وأولها التجديد على الطاقم الطبي ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية ويباشر حالتها حاليا طبيب واحد فقط حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم كي لا يصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر. وكان مستشار الرئيس السيسي لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين قد أعلن أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت فيما بعد يعني الوباء طويل الأمد، وهي مرحلة ما بعد التعافي من الوباء. المصدر معنا كان من أخبار اليوم. نتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة والعظيمة دلال عبد العزيز، وربنا يا رب يرحم الفنان سمير غانم إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة بإذن الله. دعواتكم بالرحمة للفنان الكبير. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول رد لمحمد صلاح على أنباء انفصاله عن زوجته ماجي. هاجم نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح كل الإشاعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول انفصاله عن زوجته ماجي. وكان صلاح حذف من حسابه على موقع انستغرام عدة صور تجمعه بزوجته،
الأمر الذي فتح باب التكهنات وجعل البعض يربط ما قام به الفرعون المصري بالطلاق. ولكن مو صلاح نفى تماما كل ما نشر بشأن الطلاق من خلال صورة جديدة نشرها على مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك صلاح عدد من الصور تجمعه بابنتيه وزوجته، حيث ظهر في إحداها وهو يلعب مع ابنتيه مكة وكيان على شاطئ البحر، فيما ظهر في صورة أخرى وهو يسير مع زوجته ماجي برفقة ابنتهما الكبرى مكة. ويقضي صلاح خلال الفترة الحالية إجازته الصيفية في مصر قبل دخوله في معسكر فريق ليفربول الإعدادي للموسم الجديد. المصدر كان معنا من مواقع التواصل الاجتماعي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا إشاعات كتيرة بطول عدد كبير من الفنانين في مصر ولاعبي كرة القدم، طبعا ده شيء عادي، ولكن احنا واجبنا ان احنا ننشر الحقيقة لحضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا، ومصر تكشف توقعاتها عن عدد السياح الروس الوافدين الى مصر بعد عودة الطيران. رحبت نائب وزير السياحة في مصر غادة شلبي بقرار الرئيس الروسي بوتين استئناف الطيران العارض الشارتر بين مصر وروسيا. وقالت شلبي لوكالة سبوتنيك: بالطبع قرار الرئيس الروسي باستئناف الطيران العارض بين مصر وروسيا قرارا إيجابيا جدا ونرحب به، والقرار يؤكد عمق وصدق العلاقات بين البلدين، وكنا ننتظر هذا القرار منذ فترة. وأضافت: القرار استقبل بحرارة من قطاع السياحة في مصر، وبخصوص توقيت الاستئناف أتصور أن اللجنة التي ستنعقد في روسيا هي من سيقرر الموعد. القرار يعود للجانب الروسي ونحن نحترم أي موعد يقرره الجانب الروسي، وما تراه اللجنة من إجراءات ترغب في وضعها للإطمئنان على السائحين الروس. أكدت شلبي أن المقاصد السياحية المصرية تستقبل السائحين من كافة أرجاء العالم منذ عام كامل، وبالتالي توجد ثقة شديدة في الإجراءات المطبقة، واختبرت بالفعل في المنشآت السياحية والمطارات والمنشآت الأثرية. وتابعت قائلة: أتصور أن عدد السائحين الروس الذين سيأتون لمصر بعد عودة الطيران العارض من 300 ل 400 ألف سائح شهريا، وهذا العدد جيد جدا ونتمنى زيادته. ونوهت نائبة وزير السياحة إلى المنتجعات المصرية والفنادق المصرية معدل استقبال هذه الأعداد، وكان لدى الوزارة توقع برفع الحظر، وبالتالي تم توجيه المنشآت السياحية والفندقية منذ فترة لمراجعة إجراءاتها واعتمادها للعمل. المسؤولة المصرية أكدت أن أي منشأة سياحية لن تعمل دون الحصول على الشهادة الصحية من وزارة السياحة ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، ويتم كذلك مراجعة إجراءات النقل البري والبحري. وزي ما حضراتكم عارفين وذكرنا من قبل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع حظر الطيران العارض بين مصر وروسيا بعد نحو 6 سنوات من توقف الرحلات بسبب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها بعد تعرضها لعمل إرهابي. مصدر معانا كان من سبوتنيك، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون يعني خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. وكان معكم إسلام، وتحية طيبة لأبانوم خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.